الليلة الماضية كانت الأسوأ هنا في منطقة البقاع، في بلدات البقاع، في يونين، في شعت، وفي في الكرك. هذه البلدة التي تعرضت لقصف على الساعة 12:30 من منتصف الليل، حيث تم استهداف هذا المنزل المكون من طابقين، وآثار الضربة أو تأثير الضربة امتد ليشمل المنازل المحيطة بطبيعة الحال. في هذا الاعتداء سقط 9 شهداء وحوالي 8 جرحى. بالمعظم بمجمل ما جرى في 24 ساعة الماضية كان هنالك غارات امتدت على كل منطقة البقاع، الهرمل، بعلبك، يونين، دورس وغيرها من البلدات. الغارات مستمرة، وبالتالي أيضا أعداد الضحايا مرشح للازدياد خلال الساعات وربما الأيام المقبلة، في حال لم يتم التوصل إلى وقف أو إلى وقف لإطلاق النار للتوصل إلى هدنة أو حل بين الطرفين. سلام كيالي، قناة الغد، الكرك، من البقاع اللبناني.